أقباس من الإمامة، آية التطهير تشمل النساء، الدليل مع الآل. 12 في مخاطبة زوجة إبراهيم عليه السلام بعليكم أهل البيت، قد انتقل القرآن من ضمير الإناث الأنثى إلى ضمير الذكور، مع بقاء الأنثى زوجة إبراهيم تحت الخطاب القرآني وأحكامه. أولا، هذا دليل وشاهد قرآني على صحة وتمامية الخطاب والانتقال من ضمير الإناث إلى ضمير الذكور في مخاطبة نساء النبي، زوجات وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعنكم أهل البيت، مع بقائهم عليهن السلام تحت الخطاب القرآني وأحكامه. ثانيا، إذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مشمولات بآية التطهير بشهادة القرآن مع دلالة السياق والبيان. 13، بلحاظ الصيغة المفرد الجمع والجنس المذكر الذكر المؤنث الأنثى، نستنتج إن مخاطبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ب وأقمن وآتين وأطعن عنكم أهل البيت أولى بالصحة والتمامية من مخاطبة زوجة إبراهيم عليه السلام ب ضحكت بشرناها قالت أألد أتعجبين عليكم أهل البيت، لاكتفاء الأولى بمؤونة أقل. أولا، في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم قد انتقل الخطاب بتغيير الجنس دون الصيغة من الجمع المؤنث الإناث إلى الجمع المذكر الذكور. ألف، تغير الجنس من المؤنث الإناث إلى المذكر الذكور. باء، لم تتغير الصيغة فقد ثبت صيغة الجمع في آيات الزوجات والنساء وآية التطهير. ثانيا، في زوجة إبراهيم عليه السلام قد انتقل الخطاب بتغيير الجنس والصيغة معا من المفرد المؤنث إلى جمع المذكر. ألف، تغير الجنس من المؤنث الأنثى إلى المذكر الذكور. باء، تغيرت الصيغة من المفرد إلى الجمع. ثالثا، المتحصل. ألف، إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مشمولات بآية التطهير. باء، إنهن أولى بالشمول تحت عنوان أهل البيت من زوجة إبراهيم عليه السلام. 14، بلحاظ نسق وسياق آيات سورتي هود من الآية 69 إلى الآية 74، والأحزاب من الآية 28 إلى الآية 34، يتضح أولا إن شمول أهل البيت لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب أولى وأرجح من شمول أهل البيت لزوجة إبراهيم عليه السلام في سورة هود. ثانيا، وذلك ألف، لأن القرآن قد خاطب زوجة إبراهيم عليه السلام ثم أهل البيت ولم يرجع إلى زوجة إبراهيم، بل انتقل الخطاب إلى إبراهيم عليه السلام. باء، أما في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقد خاطب القرآن الزوجات النساء ثم أهل البيت ثم عاد الخطاب إلى الزوجات النساء. ثالثا، في سورة الأحزاب من الآية 28 إلى الآية 34 جاء عنوان أهل البيت بين آيات الزوجات النساء، فقد بدأ بالزوجات ثم النساء الزوجات ثم أهل البيت ثم النساء الزوجات. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وإن كنتن تردن الله ورسوله، يا نساء النبي من يأت منكن ومن يقنت منكن
يا نساء النبي لستن كأحد إن اتقيتن فلا تخضعن وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن. رابعا في سورة هود من الآية 69 إلى الآية 74 جاء عنوان أهل البيت في آخر الخطاب القرآني لزوجة إبراهيم عليه السلام، فقد بدأ الخطاب بإبراهيم عليه السلام ثم زوجة إبراهيم عليه السلام ثم أهل البيت ثم عاد الخطاب إلى إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.